يعود فواز جميل الأسد شيخ الجبل إلى الشمال السوري بجبة ثورية هذه المرة. هو محام أيضا ويحمل شهادة دكتوراه في الحقوق. لا أحد يعرف كيف حصل عليها. لعلنا نعرف، كل الشعب السوري يعرف. يعرف كذلك كيف حصل محمد توفيق الأسد على الدكتوراه أيضا، وكيف كان يدخل قاعة امتحان البكالوريا ومسدسه على خصره، وأجوبة الامتحانات التي وصلته من مديرية تربية النظام تسبق ورقة الأسئلة على ذات المقعد. محمد توفيق أسد الذي أكرم رفاق عصابته وتشارك معهم الأجوبة هو من أسس الشبيحة في سوريا. هو أحد أباطرة تهريب الدخان والمخدرات والسلاح، وهو المولع بالتنقيب عن الآثار وتهريبها. يلقب بشيخ الجبل أيضا. ذاك عندهم وهو زمان لم يولي. في الثورة هناك مثلهم أيضا. أبو عمشة صاحب المفاجآت يطلع علينا اليوم حاملا بيده شهادة الثانوية العامة وبفرعها العلمي، وما حدا أحسن من حدا. لا أحد يريد أن يعرف كيف حصل من لا يحمل شهادة التاسع على شهادة بكالوريا. لا أحد يريد أن يعرف كيف حصل الحجي على علامة 90 في الكيمياء. للمفارقة، بدأ ناشطون يطلقون عليه أبو عمشة كيماوي، وهذا لقب تفرد به بشار لسنوات خلت. المفارقات لا تأتي من شعب عن عبث. لا أحد يريد أن يعرف كيف منحت مديرية التربية والتعليم في غصن الزيتون الحجي هذا المعدل العالي، وهل هو بنفسه من قدم الامتحانات ومسدسه على خصره؟ هل حصل على الأجوبة أم أرسل مرتزقا عنه؟ لم يعد يهم. لا أحد يريد أن يعرف كيف تم تقديم طلب للانتساب إلى كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة، ولا ما إذا كانت الجامعة قبلت هذا الطلب أم لا. لا أحد يريد أن يعرف كيف سيؤثر كل هذا على سمعة ملف التعليم برمته وجامعة حلب الحرة خاصة، وهي التي خرجت قبل أيام أكثر من 100 طبيب وطبيبة. لا أحد يريد أن يعرف شيئاً عما يجري بملف التعليم في الشمال، فالسوريين تجربة بل تجارب مشابهة مع أسد وآله. حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلاً بكم. أهلا بكم مجددا. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي منتقدة حصول قائد لواء السلطان سليمان شاه محمد الجاسم المعروف بأبو عمشة أو بالحجي على الثانوية العامة بفرعها العلمي وبمعدل عال. الناشطون والمدافعون عن ملف التعليم في الشمال المحرر استنكروا تقدم أبو عمشة بأوراقه إلى كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة، معتبرين ذلك تشكيكا بمصداقية هذه المنشأة التي أثبتت نجاحات منذ تأسيسها. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور فاتح شعبان معاون وزير التربية في الحكومة المؤقتة معنا من إعزاز، مع أيضا مدير منصة تأكد أحمد بريمو معنا من غازي عنتاب، ومع المحامي والمستشار القانوني غزوان كرومفول من مرسين. مساء الخير وأهلا بكم جميعا ضيوف الكرام ومشاهدينا الأكارم. دعونا نتابع معا التقرير التالي ونعود للنقاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لو أدبي كانت مبلوعة. هكذا علق ناشطون وهم يتداولون صورة عن شهادة تخرج أبو عمشة من الثانوية العامة بمعدل عال. 82 بالفيزياء، 90 بالكيمياء، وكأن الزمن لا يريد أن يتقدم بالسوريين، وكأن المكتوب عليهم أن يبقوا رهينة من حمل مسدسا على خصره وهو يدخل قاعة الامتحان والأجوبة المسربة تسبق الأسئلة. والأمثلة لا تعد ولا تحصى في زمن حكم أسد وآله ومنتفعي حكمه من مسؤولين وأبنائهم. ما زال الدكتور رفعة أسد وابني أخويه فواز جميل أسد ومحمد توفيق أسد محط سخرية السوريين. لا ينقص المسرحية إلا دكتورة في الحقوق قد يحصل عليها أبو عمشة بعد أن ينهي دراسته في جامعة حلب الحرة، وها هو يتقدم بأوراقه لها. الدكتور فاتح شعبان معاون وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة حمل في تصريح لأوريانت المجالس المحلية مسؤولية منح شهادات الثانوية العامة، وبأن وزارته ستكون مضطرة لقبولها. طبعا أنا بكل وضوح أحمل
المجلس المحلي، ونحن سمعنا صار حالات كثير عن بالامتحانات الماضية شلون صارت، وشلون في ناس كثير أخذوا شهادات. لكن أنا برجع بقول لك، أنا كجهة، خليني أقول كوزارة التربية، أي شخص بيجيني بدين كليك شهادة موثقة من الحكومة التركية فأنا بقبلها وما عندي مشكلة مع إطلاقا. هلا الجهة اللي منحتها هي المسؤولة عن محتوى هيدي الشهادة، أنا ماني مسؤول عن محتواها. إذن وزارة التربية غير مسؤولة عن منح الشهادات، هي من اختصاص المجالس المحلية التي يشرف كل منها على مديرية تربية خاصة به تتبع للوالي التركي. تبدو المعادلة معقدة، لكن هكذا يدار ملف التعليم في الشمال وغيره العديد من الملفات. ملف الصحة يدار بهذا النحو أيضا. ليس أبو عمشة وحده من منح شهادة البكالوريا، العديد من قادة الفصائل حصلوا عليها أيضا وهم يكملون دراستهم الجامعية سواء في الداخل السوري أو في الجامعات التركية. أبو عمشة هو من أثار هذه البلبلة، وهو الذي لا يملك حتى شهادة التعليم الأساسي التاسع. يبقى قلق من حصلوا على شهادات الثانوية العامة بعد هذا الفلتان من التشكيك بمصداقية شهادتهم والاعتراف بها لاحقا. هو قلق مبرر، وهم يرون طلابا مشكوكا في طريقة حصولهم على الثانوية العامة شركاء لهم على مقاعد الدراسة الجامعية. ومجددا أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الدكتور فاتح شعبان، معاون وزير التربية في الحكومة المؤقتة، مدير منصة تأكد أحمد بريمو، والمحامي والمستشار القانوني غزوان قرونفول. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. أستاذ غزوان، بداية اسمح لي بارك لك، الزميل المستقبلي أبو عمشة يعني من الممكن أنه يكون منافس قوي لك. شكرا لحضرتك. والله يعني هي نكتة، ربما العام 2022 اجت سابقة لأوانه. يعني بكل أسف يعني الوضع اللي وصلنا له صار يعني مزري إلى درجة أنه صرنا نضحك أكثر مما أنه نتأثر. يعني هذا الواقع تبعنا بكل أسف بسبب هاي القيادة وهي الرموز. يعني شر البلية ما يضحك أستاذ غزوان. أحمد، بداية يعني خلينا نتأكد من منصة تأكد من الشهادات وما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ما الذي توصلت إليه منصة تأكد بخصوص شهادة البكالوريا لأبو عمشة، العلامات التي أيضا انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي؟ تحياتي لك ولجميع ضيوفك واكيد للساده المشاهدين. يعني للاسف يعني ما تم تداوله هو صحيح على صعيد الشهاده طبعا، من حيث الوثيقه وليس من حيث طريقه او اليه الحصول عليها او من قدم الامتحانات للحصول على هذه العلامات، اللي حقيقه الكثير من زملائنا لم يحصلوا عليها في خلال دراسته للشهاده الثانويه. حتى موضوع سجل أو تقديم أوراق اعتماد أو تسجيل محمد جاسم أبو عمشة لكلية الحقوق في جامعة حلب، كذلك الأمر تحققنا منها وهي وثيقة صحيحة، وذلك من خلال مطابقة أسماء الأشخاص المتقدمين ومقاطعة مع مصادر على صلة مباشرة مع الزملاء الآخرين. طيب أحمد، هل تم التأكد من قبول أبو عمشة في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة؟ نعم، الوثيقة التي تم تسريبها تشير إلى أن الطلب مقدم، والصورة والبيانات التي المدرجة في الوثيقة التي تم تداولها هي وثيقة صحيحة، لكن لم نستطع التحقق. حقيقة هناك ضبابية وعدم شفافية من قبل القائمين على ملف التعليم او كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة، حتى الان لم يصدر اي تاكيد او نفي بشكل رسمي. سنأتي على هذه النقطة. دكتور فاتح، كيف تنظر الى كل هذه التناقضات التي نتحدث عنها اليوم؟ السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. انا اسف في عندي مشكلة كأنه بالصوت يعني بالكاد اسمعكم، لكن طيب. لي بعض التعليقات. بداية انا لما تم التواصل معي بخصوص هذه الحلقة قيل لي انه راح يكون في شخص من مديرية تربية عفرين وشخص من جامعة حلب. الإنسان كان مبدئيا لا أستطيع للأسف يا دكتور فاتح اعتذروا عن المشاركة، وعلى ما يبدو أنه موقفهم محرج أكثر مما أنه يطلعوا
يشاركوا بالحلقة ويبرروا موقفهم. فقط للتوضيح دكتور فاتح، أنت هنا لست في مجال الاتهام، يعني نحن بدنا نعرف رأي وزارة التربية في الحكومة المؤقتة بما يجري، وخصوصا أنه التقرير ذكر بوضوح وزارة التربية غير مسؤولة عن إصدار الشهادات، وإنما إصدار شهادات من المجالس المحلية، وهذا ما يدفعنا للتساؤل أيضا عن دور وزارة التربية وماذا تقوم به حقيقة إذا فعلا المجالس المحلية هي المسؤولة عن استصدار الشهادات. تمام، يعني لا ما بعرف اذا سمعني بشكل جيد. سمعك يعني بشكل واضح جدا. تمام. تفضل. تمام. من في نقطة تانية قبل ما أتحدث أنا، هي بخصوص اللي اجتزأتوه من تصريحي وعرضتوه من منذ قليل في تصريحكم. أنا أولا لم أبلغ أنه كلامي بده ينعرض على التلفزيون، ما عندي مشكلة طبعا أنا بأي تصريح، لكن كان ممكن توضيح كل النقاط وليس اجتزاء بعض كلمات من تصريحي. يعني أنا لم أبلغ من قبلكم. وأنت هنا للتوضيح الآن دكتور فاتح. تمام. يعني البرنامج كله لألف. تفضل. ما كان بيجوز الموضوع بهذا الشكل، كان لازم إبلاغي إنه هذا الكلام بده ينعرض على الشاشة عنكم. كل الأحوال أنا ما عندي مشكلة، ونحن كل الناس تعرفني أنا صريح جدا جدا. بالنسبة أنا كموقفي كوزارة التربية من الشهادة تعقيبا على التصريح، نحن نتعامل مع شهادات المجالس المحلية على الشكل التالي: الطالب بيحصل على شهادة مجلس محلي، بيقوم بالتصديقة من الولاية التركية بالحصول على الدين كليك من الحكومة التركية، ومن ثم يأتي إلينا في وزارة التربية ويصدق شهادته، ونحن نعتمد الدين كليك التركي وليس شهادة المجلس بشكل مباشر. طبعاً يعني الوالي مسؤول عن الشهادات. هذا الموضوع تسألي عنه مديرية التربية في المجالس المحلية، نحن نعتمد الشهادة بعد صدورها من جهة حكومية تركية رسمية معترف عليها في كل العالم وليس فقط في مناطقنا. فنحن لما يأتينا الطالب نعتمد الدين كليك ونصدق الدين كليك، وبإمكانه بعدين التسجيل في الجامعة. هلا بخصوص تسجيل أي شخص سواء أبو عمشة أو غيره بالجامعة، اللي بيصير خصوصي بالنسبة لطلاب السن الأولى، الجامعة تقبل التسجيل الشرطي للطلاب قبل مصادقة الدين كليك أو الشهادة تبعهم من الحكومة المؤقتة من أجل تسريع الأمور، لكن لا يمكن أن تقبل بأي شكل من أشكال استمرار الطالب في الدراسة في السنوات الباقية، لأنه يتم حجب نتيجته إلا بعد استكمال أوراقه الثبوتية. يعني ممكن طالب باختصار يحمل شهادة من المجلس المحلي ويأتي يسجل في الجامعة تسجيلا شرطيا وليس تسجيلا نهائيا، ليس ما يتم استكمال أوراقه. هذه الناحية تتخذ جامعة حلب ليس فقط بالنسبة لطلاب المجالس المحلية، بالنسبة لأي طالب لديه إثبات بشكل أو بآخر بحصول على الشهادة الثانوية العامة. مثلا نحن في الوزارة نتأخر بإصدار الشهادات بعد إصدار النتائج، نحتاج شهر أو شهرين لإصدار النتائج، لإصدار عفوا الشهادات. قد يتأخر موعد إصدار الشهادات عن المفاضلة الجامعية، فيمكن للطالب فقط أن يطبع علاماته من الموقع النتائج ويذهب إلى الجامعة ويسجل قبل حصوله على الشهادة الرسمية. فهذه عملية معروفة في جامعة حلب وفي معظم الجامعات وكل الجامعات التابعة للمجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة. نعم. في نقطة أخرى يعني أنا كمان أنتقدها بالنسبة لكم، هي المباركة لحصول شخص على شهادة قبل أن يحصل عليها. صحيح الجامعة قبل التسجيل طالب، وأنا لا أحمل الجامعة أي مسؤولية في هذه الناحية، لأنه أي شخص نحن بيجينا يحمل شهادة رسمية. دكتور فاتح، هذا ليس أي طالب، نتحدث عن من لا يملك شهادة تاسع، ويعني هنالك الكثير من الجدل حول أبو عمشة اليوم. تمام. هذا الطالب من الممكن أن يشكل حالة من التشكيك بمصداقية المنظومة التعليمية في المحرر بشكل. تمام. كامل يعني نبارك من باب التحكم يا دكتور فاتح؟ طبعا لا نبارك. لا لا لا. هذا أبداً. الموضوع لا، أنا بقول لك وين نحن نحاسب في أي نقطة. أنا أحاسب عندما أصدق شهادة غير رسمية أو شهادة مزورة أو شهادة فيها إشكاليات، لكن عندما تأتيني شهادة لأي شخص من الناس، شهادة نظامية صادرة عن جهة ما تعارف عليها ومعروفة، يعني أنت عم تخلي مسؤوليتك يا دكتور فاتح. هل فعلا تمت مصادقة أبو عمشة وتم تسجيل أبو عمشة وقبوله بكلية الحقوق في جامعة حلب؟ أنا أتحدث عن وزارة التربية. إذا أتحدث عن وزارة التربية، نحن حتى الآن لم نصادق أي شهادة لطلاب المجالس المحلية عام 2021 إطلاقاً، لأنه في بعض الإجراءات لم تستوفيها بعض
حتى لأنه في عنا أمور تتعلق بالحصول على قواعد البيانات. يعني جامعة حلب هي ليس لها علاقة ب يعني وزارة التربية والتعليم، تتبع للمجالس المحلية. ألا ترى بأنه نوعا ما المنظومة التعليمية اليوم في الشمال هي معقدة وغير مترابطة، وبالتالي الطلاب يدفعوا الثمن؟ يا سيدتي، معقدة أكثر مما ذكرته في تقريركم، وأنت قلت أكثر من مرة لا أحد يريد أن يعرف. بالعكس، نريد كلنا أن نعرف، ونريد كلنا أن نوحد العملية التعليمية وأن نصلح الخلل الكبير الموجود. ونحن في وزارة التربية أول من تحدث عن الخلل الموجود في المنظومة التعليمية في شمال حلب، خاصة تبعية المجالس المحلية. جميل. بالنسبة سأعود لهذا الخلل حتى نعطيه حقه، ولكن بالتفصيل. اسمح لي أستاذ غزوان، اليوم ما خطورة يعني أن يدرج شخص مثل أبو عمشة في كلية الحقوق بهذه الطريقة؟ ما هو الهدف من تداول وتسريب هذه الصور حقيقة؟ إلى أي درجة هي مؤذية للمنظومة التعليمية وأيضا للطلاب المتواجدين في هذه الجامعة؟ تحياتي لحضرتك وللضيوف الكرام. يعني المشكلة أنه مسألة أبو عمشة ما عادت يعني أنه حالة شاذة أو ظاهرة فردية، إنما الوضع بكليته في مناطق شمال سوريا، شمال غرب سوريا تحديدا، يعني مناطق سيطرة الجيش الوطني أو ما يسمى بالجيش الوطني، يعني شيء غير طبيعي. يعني أشبه ما يكون بسيرك كبير، مهرجين شغل تضحك الجمهور، وفي عن سرح يحطلنا الأرنب بالكابو بيطالع عنا أبو عمشة. هذا المسخرة اللي تحصل في أي مناطق، أولا فيما يتعلق بالحكومة المؤقتة فهو شيء معيب ومخجل، وعلى الحكومة ابتداء أن تعلن استقالة، لأنه مثل هيك واقعة تستوجب فعلا استقالة الحكومة لسبب أساسي. يعني هلأ مع احترامي للضيف الكريم عن وزارة التعليم التربية والتعليم، يعني يبدو أنه وزارة التربية مهمتها تربية يعني النحل وليس مهمة تربوية تعليمية في هاي المناطق. ما معنى أن يكون للمجالس المحلية وظيفة تتعلق بشأن التعليم؟ للأسف يا أستاذ غزوان هنالك تقطيع في الصوت، دعني أترك فرصة للزملاء للتعامل مع هذا الموضوع وأنتقل إلى أحمد. أحمد، يعني كما نعلم التعليم هو حق تكفله جميع القوانين، التعليم هو حق لأي شخص، وحقيقة على منصات أورينت نقوم بدعم العملية التعليمية في المناطق المحررة في الشمال السوري على كافة الأراضي بكافة الطرق، ودائما ما ندافع عن الطلاب وندافع عن حالة تصديق الشهادات وكل العقبات التي تواجه هذه العملية التعليمية. اليوم هل ترى أنه إشكالية أبو عمشة وهذه الصور التي سربت هي تظهر خلل هذه المنظومة التعليمية، وهو يعني خلل هل تراه قابل للإصلاح، قابل للتعافي مستقبلاً؟ يعني بداية أنا بدي بس أعمل تعقيب بسيط على كلام ضيفك المجيد، وكل تحية من وزارة التربية فيما يتعلق في تبعية أو ما هي الوثائق التي يعتمدونها. يعني خلال حديثه أشار إلى أنه الوثيقة التي تعتمدها الوزارة هي فقط الوثيقة الصادرة عن الجهة الرسمية التركية، في المقابل الشهادة التي يتقدم بها الطالب تكون صادرة عن المجلس المحلي. إذن فهل يعني هذا منطقي أن يكون التصديق أو اعتراف الوزارة بشهادة مصدقة من قبل جهة تركية بالمقابل الجهة المحلية التي تصدر الشهادة هي من تقوم بإرسالها للجهة التركية التي تقوم؟ طيب لنعالج الموضوع نقطة نقطة، دعني أترك فرصة للدكتور فاتح للإجابة على هذا التساؤل. دكتور فاتح، شكرا لك. يعني بس كمان تعليق على كلام الأستاذ غزوان بخصوص تقديم الاستقالة. يا سيدتي، أنا شخصيا تقدمت باستقالتي عدة مرات، يعني هذا الكلام لا نتمسك لا بالمناصب ولا بأي شيء، لكن في خطورة كبيرة جدا جدا، والسيد غزوان كان عم يسأل على مهمة وزارة التربية. أنا إذا الآن أغلقت وزارة التربية في الحكومة السورية ما تصدقيني لن يبقى تعليم في المحرر، لنقطتين أساسيتين، لأنه وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة هي التي تعطي الشرعية للتعليم، شهاداتنا معروف ومعتمدة خاصة لدى الأخوة في تركيا، معتمدة بشكل رسمي وقطعا
والنقطة الثانية هي التمويل الذي يأتي إلى مديريات التربية يأتي تحت مظلة الحكومة السورية المؤقتة باعتبار المديريات التابعة. فأنا لو أغلقت الآن وزارة التربية هذا الموضوع كله راح يتوقف وراح يصير في كارثة كبيرة جدا بالنسبة للتعليم. هلا بالنسبة لشهادة الطالب، هل هي من مجلس محلي أو من الحكومة التركية؟ وتعقيد كلام الأستاذ أحمد الصديق العزيز، الكلام يعني كان، خلينا نرجع لبدايات الموضوع. عندما تم عملية درع الفرات وتم تحرير المنطقة، كانت المنطقة فارغة من أي شيء، فكانت المجالس المحلية هي اللي مسؤولة كل مجلس عن المكان الموجود فيه، وبدأ تأسيس العمل التعليمي والتربوي وما إلى ذلك. وبعدين بدأت الحكومة المؤقتة تتدخل وتحاول إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لكن أصبح في تعقيدات كبيرة جدا في هذا الخصوص لإعادة الملف التعليمي لمظلة وزارة التربية. ونحن حتى الآن وبشكل مستمر في مفاوضات وفي كلام وأحاديث عديدة حول إعادة الملف، لكن في عقبات كثيرة. ما هي العقبات جدا. تماما دكتور فهد؟ تمام، العقبة الأولى هي إمكانيات وزارة التربية يا سيدتي. في آلاف المدرسين، في إمكانيات مادية هائلة جدا يجب صرفها على المدارس. كيف الوزارة لا تملك أي دخل ولا أي منظمة؟ عندما نطلب دائما بدعم الامتحانات، ما تركنا منظمة يعني بصراحة إلا توجهنا فقط لدعم العملية الامتحانية، ولم نطلب أي شيء أكثر من ذلك بالكاد. يعني إذا لا يوجد دعم هذا يعني أنه حتى أيضا العملية التعليمية متعطلة. هيدا النقطة أنا بحكي. بس النقطة الثانية، الإجراءات اللي حصلت خلال سنتين ثلاثة، كيف بده يتم تلافيها في الوقت الحالي، وسجلات الطلاب وقيودهم كيف بده يتم نقلها، ونحن بالكاد عندنا فريق يستطيع إدارة المهام الموكلة له في ظل الظروف الحالية. النقطة الأخرى، وأنا أتكلم بكل صراحة سيدة أحلام، لا يوجد ما نخفي عن أهلنا في المناطق المحررة، دائما بقوله في أشخاص موجودين بأماكن في مديريات التربية بكل صراحة يعقدوا الموضوع للمصالح شخصية ليس دكتور أكثر فاتح. ولا أكثر. يعني فقط نعم. صححني إذا أنا فهمت عليك غلط، ولكن ما تقوله من الممكن أن يفهم بسياق أنه المناطق التي لديها تمويل ذاتي أو المجالس المحلية اللي متواجدة فيها تمتلك ما تستطيع أن تمول به العملية التعليمية تنفرد بقرارها. عفوا أنا ما فهمت السؤال لأن الصوت ما واضح. إذا في مناطق المجالس المحلية فيها تمتلك تمويل للعملية التعليمية فهي لا تنسق ولا تنظم مع وزارة التربية، يعني نتحدث عن حالة من أنه كل واحد إيده إله، كل مجلس محلي عنده شوية مصاري بيقدر يمول العملية التعليمية الامتحانات ما إلى ذلك، فبيمشي هو بهذا المشروع دون التنسيق أو دون حتى التقاسم لا مع وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة ولا حتى مع المجالس المحلية الأخرى المجاورة. خليني أقول نعم، يعني أنا ما صريح جدا، نعم هذا الموضوع قائم في 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 مناطق شمال حلب. للأسف المجالس المحلية متفردة بملف التعليم، وطلبنا نحن أمور عديدة منه، بيانات عديدة، وحتى آخر طلب كان أنه فقط يا أخي على الأقل نحن في عندنا نقطتين مهمين جدا اللي هي توحيد المنهاج، وشفتم مؤخرا المصيبة اللي حصلت بخصوص المنهاج، والنقطة الثانية هي توحيد الامتحانات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي البكالوريا والتاسع يعني بالمصطلح العام. نعم. لكن للأسف حتى الآن لم نصل إلى نتيجة، ونتمنى أنه يعني يكون في جهات ثورية وطنية حقيقية تساعدنا. يعني بغض النظر نحن صحيح نسمى كحكومة، لكن يا سيدتي الإمكانيات ضعيفة جدا، وجود الحكومة ضروري جدا لبعض النقاط أنا شرحتها بخصوص وزارة التربية. إغلاق الحكومة لن يكون إيجابي أكثر مما هو سلبي بكثير. وأرجع وأكد، أنا قدمت استقالتي عدة مرات لكن طلب مني لأنه الوضع كركب كما يقال في وزارة التربية، فكانت راح توقف الوزارة وتوقف الامتحانات، والآن ما كنتوا شفتوا لا شهادات تاسع ولا بكالوريا صدرت للطلاب، ولم تكونوا تشهدوا أي طالب من حاملي شهادات الحكومة المؤقتة يلتحق بالجامعات. فالمسألة ليست مجرد أنه أقول قدم استقالتك أو اترك عملك، هذا إذا الموضوع بينحل أنا الآن ممكن أستقيل، ما عندي مشكلة أبدا. نعم أستاذ غزوان، يعني بحسب كلام دكتور فاتح نحن اليوم أمام حالة أنه كل مجلس محلي متفرد بقراره، وخصوصا في العملية التعليمية، يعني لا نتحدث عن فصائل، لا نتحدث عن معابر، نتحدث عن مدارس وجامعات وتعليم. إذا ما خطورة استقالة الحكومة؟ ما خطورة انعدام وجود حكومة مؤقتة أصلا؟ ما خطورة أنه ما في وزارة تربية أصلا؟ يعني طالما ليس لها وجود في العملية التعليمية
وليس لها إشراف أو إدارة للعملية التعليمية، طالما كل مجلس له قطاعيته اللي هو بيستثمر موارده وبينشئ آلية للعملية التعليمية. يعني بعض الآن عن شاهد زور يراقب الجريمة ولا أكثر. فإذا ما في ضرورة وما في وظيفة للحكومة، ثم كيف تقبل الحكومة المؤقتة أن يقوم مديريات التربية بالتنسيق مع الحكومة أو مع الجهات التربوية التركية بمعزل عنها؟ يعني هي تحصيل حاصل، شغل تتحط الختم، يعني مثل المصادقة على الشهادات لا أكثر ولا أقل. إما أن تكون ممثل للتواصل مع الحكومة التركية، وإما ما في داخل كل الحكومة. لذلك من المهم إعادة صياغة العلاقة مع الحكومة التركية، لا نقل أن تبادر هي عبر ممثلين التربية أو العسكر أو غيره أنه هي تتواصل مع الفاعلين الداخليين في مرجعية اسمها حكومة مؤقتة، تكون علاقة السلطات التركية مع تلك الحكومة، ثم تلك الحكومة بدورة هي تدير شأن الداخلي. نحن عم نشوف لا بالتربية ولا بالصحة ولا بالعسكرة ولا بشيء إلى دور الحكومة. فإذا الأولى لها أن تحفظ ماء وجهها وتستقيل على الأقل، ربما تفرض على الطرف التركي. يعني بحسب كلام دكتور فاتح، أستاذ غزوان قدم استقالته الدكتور فاتح أكثر من مرة ورأى أنه من الضروري أنه على أقل تقدير أن تستمر هذه العملية حتى لو بشكلها الحالي إلى أن يتم إيجاد حلول جذرية. خلاص، نفس الشيء بشار أسد، من الضروري أن لا يستقيل الآن حتى ما تنهار البلد والمؤسسات، وخلاص يعد له 10 سنين تانية ونقبل بحكم انتقالي بوجوده مثلا. نعم. يعني أستاذ غزوان، حق الرد للدكتور فاتح محفوظ. يعني صارت دعني بهذا التبرير. أنا لا التبرير معي دكتور فاتح، مقارنة إطلاقا مع النظام المجري. لا تقبل، هذا شأنك، لا تقبل. ما لا لا، هذا كلام بعيد. اسمح لي، أنت عم تقارن أشخاص قدموا شهداء وقدموا تضحيات وقدموا أرواحا، ونحن كل يوم تحت تهديد، كل يوم تحت القتل والقصف والضرب، وقاعدين بمقاتل كل الجهات. أنت مجرد مطية. لا لا لا، ميليشيات الجيش الوطني بنظام مجرم. هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول. أنت مجرد مطية لميليشيات الجيش الوطني. لا إطلاقا، هذا كلام عيب عليك تحكيه يا أستاذ، عيب عليك. لا، ما هو عيب، هذا تشخيص حقيقي للواقع. أنا عم شخص الواقع. أنا ما عندما أستاذ غزوان، أستاذ غزوان، دكتور فاتح، يعني أعتقد أنه هذا جدل ينتهي عند هذه النقطة، لأنه اليوم الهم الأكبر هم طلاب المستقبل. دكتور فاتح، دكتور فاتح، هذا كلام معيب يا أستاذ. قارنا نحن وضحت الصورة دكتور فاتح، وضحت الصورة، وحق ردك كان محفوظ، وقمت بالرد على الأستاذ غزوان. أعود مجددا إلى أحمد، كل هذا السجال كيف ينعكس اليوم على الطالب المتواجد في الشمال السوري بمختلف مناطق السيطرة، إذا كانت حكومة الإنقاذ أو الحكومة المؤقتة أو المجالس المحلية؟ يعني بالحقيقة ينعكس ليس فقط على الطالب السوري، ولكن ينعكس بشكل عام على جميع السوريين المقيمين في تلك المناطق من مختلف توزع قوى الأمن الواقع، سواء كانت حكومة مؤقتة أو حكومة إنقاذ، جيش وطني أو هيئة تحرير الشام وغيرها. هذه الصراعات حقيقة والعلاقة المعقدة بين الأطراف، علاقة الحكومة مع العسكر، وعلاقة العسكر مع الأتراك، علاقة الأتراك مع الأطراف جميعا في سوريا، تفرض تشكيكا في الوثائق الصادرة عن تلك المؤسسات بين قوسين، تفرض تشكيكا في ضربا بمصداقية كل ما هو لاحق وكل ما هو سابق من وثائق، من شهادات، من خبرات، من إحصائيات، من أرقام. حقيقة اليوم حين نشاهد أن المجلس المحلي لديه سلطة أو استقلال مالي قادر من خلاله
منح شهادات او منح وثائق او منح علامات مرتفعه او حتى احيانا في بعض الاحيان سحب شهادات او فصل طلاب بناء على مزاجيه من يقوم بتقديم الدعم له. هذه هي مصيبه كبيره جدا حقيقه تواجه اليوم جميع من يقيم في تلك المناطق. اليوم في حديث الاستاذ الذي تحدث عن موضوع قلة الدعم وقلة وجود التنظيم بين جميع الأطراف سواء كان المديريات والمجالس المحلية والوزارة، اليوم نستطيع أن نأخذ الدفاع المدني ومؤسسة الدفاع المدني التي يمكن أن تكون هي النموذج الأنجح في المؤسسات السورية. هذه المؤسسة التي كانت عبارة عن مكاتب متواجدة في مؤسسات أو في المجالس المحلية، لم يكن هناك مجلس محلي في سوريا إلا وبه فيه مكتب تابع، مكتب يسمى مكتب الدفاع المدني. حين تمأسست هذه المؤسسة وأصبحت تحصل على دعم وتمويل مستمر ومستقل بعيدا عن تدخل العسكر، بعيدا عن تدخل الأجندات السياسية، بعيدا عن تدخل التركي أو الروسي أو الإيراني أو النظام، أصبحت نموذجا يحتذى به من حيث النجاح، من حيث الاستقلالية، من حيث الموضوعية، حتى من حيث الحيادية. يعني اليوم بالفترة الماضية وجدنا تصريحا لمدير مؤسسة الدفاع المدني فيما يتعلق في تقديم المساعدة لمناطق منكوبة في تواقع تحت سيطرة القوات الكردية أو إدارة ذاتية تابعة لوحدات حماية الشعب. طبعا الحديث هنا يختلف بعض الشيء عن موضوع المؤسسة العملية التعليمية، لكن أنا أتيت في حد أردت أن أذكر هذا المثال من أجل الإشارة إلى ضرورة استقلالية هذه المؤسسات لتكون بعيدة كل البعد عن المؤسسات العسكرية. اليوم العملية التعليمية يجب أن تكون تابعة بشكل كامل لمؤسسة مدنية لا تتبع أو ولا تخضع لأي هيمنة عسكرية أو سياسية على الإطلاق، من أجل أن تكون مؤسسة أحمد حقيقة. باختصار، إلى أي حد تساهم الفصائل بهذه المشاكل التي تواجه العملية التعليمية؟ يعني إلى حد كبير جدا، وأكبر دليل على ذلك أنه حتى تاريخ اليوم لم يصدر أي شخص متحدث رسمي سواء باسم جامعة حلب الحرة أو باسم المجلس التعليم مديرية التربية والتعليم في حلب وغيرها من المجالس التي صادقت وأصدرت هذه الشهادة وأخبرتنا كيف حصل أبو عمشة على هذه الشهادة. مع الأسف، مع أنه كان هنالك إلحاح وأصرار من قبل فريق هنا سوريا لمشاركتهم، لم يعتذروا، لم يجاوبوا، سمعوا الرسائل ولم يكن هنالك أي رد. دكتور فاتح، بكل الود والاحترام، شكرا فعلا لمشاركتك، لأنه عادة ما يتم التهرب من التواصل مع وسائل الإعلام في المواضيع الشائكة مثل هذه. وجهة نظرك واضحة جدا، المشاكل يعاني منها الجميع، تعاني منها وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، الطالب، المدارس، المدرسين. حقيقة يعني العملية التعليمية والمنظومة التعليمية في الشمال السوري تعاني، والثمن سيدفعه كل السوريين في المستقبل. تحدثنا عن المشكلات، ما هي الحلول المقترحة؟ سيدتي، والله أنا أعيش في 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 سوريا معظم أوقاتي. الوضع من سمع ليس كمن رأى فعلا، لأنه الوضع معقد جدا، والناس بالكاد تستطيع البقاء على قيد الحياة، ليس أكثر من ذلك، والظرف معقد جدا. يعني الأستاذ أحمد كان عم يضرب مثلا مقارنة بين الدفاع المدني. أولا، نحن كمؤسسة تربوية لا نتبع لمؤسسة عسكرية إطلاقا، نحن تابعين للحكومة المؤقتة اللي تدفع للائتلاف الوطني. صحيح، وهذا ما كنا قد أوضحناه، ولكن هنالك تدخل من قبل الفصائل بسير عمل المجالس المحلية وبالتالي العملية التعليمية. هذا بالنسبة للمجالس المحلية، وأنا أرجع أقول إنه العملية التعليمية في المجالس المحلية غير تابعة لنا. يا سيدتي، وأنا كمان صريح جدا، نحن العملية التعليمية اللي تجري بالنسبة لنا في غرب حلب الريف، حلب الغربي، وفي إدلب وحماة واللاذقية، ألا يحصل تدخل عسكري أحيانا وضغوطات؟ نعم يحصل، وأنا تهديدات، أنا شخصيا كنت في أحد المناطق هناك وتعرضت أنا وزوجتي لتهديد شخصي. يعني ضغوطات موجودة بكل مكان. الوضع في الداخل للأسف وضع معقد جدا، خاصة من الناحية العسكرية اللي تنعكس بشكل كبير جدا على الناحية المدنية. هلا كيف الحل؟ الحل هو أن نكون كسوريين فقط، نكون سوريين وطنيين، هذا هو حلنا، ليس أكثر من ذلك. يعني هذا الكلام نوعا ما لا يعطي خريطة الطريق. دكتور فاتح، اليوم بشكل واضح وصريح ذكرت ويتفق معك الجميع بأنه المجالس المحلية تسيطر على جزء من العملية التعليمية، إضافة إلى وزارة التربية. هنالك تقاسم لهذا النوع من السيطرة، يدفع الثمن وزارة التربية، الطلاب المستقبليين وما إلى ذلك. كيف يمكن
سحب ملف التعليم من يد المجالس المحلية ووضع كل هذا الملف بيد وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة أو بيد جهة واحدة مسؤولة عن هذه العملية التعليمية؟ لم نقل نحن سحب الملف، نحن نريد تعاون بين بعضنا البعض. لازم سحب الملف يا دكتور فاتح. لا، ليس سحب وإنما تعاون. لما أقول أنا تعاون، مجلس محلي يقدم لي أحيانا خدمات للمدارس اللي في المنطقة الموجود فيها، يعني طيب الخدمات شيء وسير العملية التعليمية والشهادات والوثائق والمناهج موضوع مختلف. أنا متفق في هذا الكلام، متفق معك تماما. سير العملية التعليمية هو يحصل دوره في, في, في وزارة التربية، لكن المجالس المحلية حتى الآن لم تتعاون معنا في هذا المجال. هل أستطيع أنا أستخدم القوة؟ لا يوجد، بكل صراحة لا يوجد لدي القوة لأفرض هذا الموضوع على المجالس المحلية. هلا نحن أنا ذكر دكتور فاتح مجددا، بماذا تستفيد هذه المجالس المحلية التي لا ترغب بمشاركة الملف التعليمي من وجود هذا الملف بيدها؟ والله هذا السؤال المفروض تسألين المجالس المحلية. طيب بتقديرك برأيك، لأنه أنتم عم تتحملوا جزء من المسؤولية وبنفس الوقت جزء كبير من معاناة الطلاب ترفع إليكم. نحن نرى العكس، بس لكل النقطة نحن حكيت، أنا ذكرت أنه في مفاوضات على موضوع أنه على الأقل نبدأ خطوة أولى بالامتحانات، بامتحانات التاسع والبكالوريا تكون تابعة، وفعلا في المجتمع المحلي بدأ يدرك هذا الموضوع بشكل كبير، وفي طلاب عم يجوا بسجلوا عنا أحرار من أجل الحصول على شهادة الحكومة السورية المؤقتة. نحن قلنا هيدا خطوة أولى كخطة عمل. الخطوة الثانية هو أنه يكون منهاج موحد، وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة تشرف على المنهاج. الخطوة الثالثة هي يكون في توجيه تربوي يشرف على المدارس، والخطوة الأخرى أن يكون الملف بكامل تفاصيله تابع للحكومة السورية المؤقتة. هلأ شو المجالس بتستفاد؟ أنا صدقا لا أعرف بالتفصيل ما هو ليش هيك، يعني أنا قلت أنه يجب أن نكون وطنيين، أن نحمل هم هذا الملف ونسلمه للجهة المسؤولة عنه. أنا بالنسبة لي يوم يومين ثلاثة شهر شهرين ماشي، ما هذه المناصب ليست مستمرة بالنسبة لنا. أما الأخوة في المجالس المحلية أنا مستغرب تماما فعلا من موقفهم، لماذا لا تتم؟ أنا ذكرت كمان في البداية قلت في بعض الأشخاص منتفعين من هذا الموضوع، قد يشعر أنه هذا المركز عظيم بالنسبة له أنه يكون بالمركز الفلاني يشرف على التربية، وطبعا هذا الموضوع أدى إلى انتشار فساد في, 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 في بعض الأمور. لكن يجب أن نفضل دائما المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حتى نستطيع أن نحل هذه المشكلة. هذا هو البند الأساسي العريض الذي يجب أن نعمل تحته. أستاذ غزوان، يعني لكي لا يكون هنالك أي لبس بنهاية هذه الحلقة، فقط يعني لو لك أن توضح لنا ما هو دور المجلس المحلي القانوني في أي منطقة يسيطر عليها؟ هل يجب أن يسيطر على العملية التعليمية وأن يقبل ويرفض بمشاركتها مع وزارة التربية والتعليم بأي مكان؟ لا ابدا، يعني هي ما وظيفته بطبيعه الحال، يعني لذلك عم نقول ابتداء اما ان تكون المسؤول، يعني اليوم الحكومه المؤقته تتحمل المسؤوليه وليس بين ايديها صلاحيات، لذلك عم نقول استقيلوا يا جماعه لحتى تفرض واقع جديد حتى على تركيا. طيب ولكن اذا استقالت الحكومه المؤقته وبقيت إذا استقالت الحكومة المؤقتة فقط، يعني لنطرح هذا السيناريو، وبقيت السلطات الحقيقية بيد المجالس المحلية، والمجالس المحلية هي التي حقيقة نراها تتحكم بمصير الناس، فلتدير شؤون إذن كما هي هلأ عم تفعل الآن، يعني عمليا ما إلى وظيفة حقيقة الحكومة المؤقتة نهائيا، لا بالتعليم ولا بالصحة ولا بالعسكر. يعني عندهم وزير دفاع لكن لا يجرؤ أن ينقل قائد ميليشيا من مكان إلى مكان. فإذا طالما يعني أنت عم تعطيني صفة تمثيلية لكن ما عندي صلاحيات، فالأولى أن أستقيل أحكم وواقع جديد عن تركيا أن تقيم سيادة على، إما أنا أكون المرجعية لكل مناطق الداخل المسمى محررة وبتخاطبني إلي، أو تفضلوا ديروا الأمور مع شركائكم في الداخل. هذا رقم واحد. المجالس المحلية ليس وظيفتها المسألة التعليمية والتربوية، وظيفتها تقديم الخدمات ضمن المساحة الجغرافية اللي هي تحت مسؤولية. نوع الخدمات التي تقدمها هذه المجالس؟ يعني شغلتها تزفت شوارع، شغلتها إنارة شوارع، شغلتها تنظم أمور السير، شغلتها تنظم أمور المي والكهرباء. هل قضايا ضمن منطقتها، منطق صلاحياتها الإدارية
أما غير ذلك هذا ما وظيفته. كيف طيب. حصل أبو عمشة دقيقة لأنه انطرح هذا السؤال إذا سمحتي عندي إجابة عليه. حصل أبو عمشة على شهادته لأنه أدخل إلى قاعة خاصة فيه، لم يدخل مع بقية الطلاب إلى قاعة الامتحان، دخل على قاعة مخصصة له وقدمت له الورقة الإجابات. هو كان يكتب الجواب، قدمت الأسئلة مجابة عليها. ناحية ثانية رئيس جامعة حلب اللي عم يتصل وبيتوارى يمين وشمال، ولم يظهر لا بتصريح ولا بإعلام، فتح تحقيق مع بعض الموظفين والطلبة عن كيفية تسريب الوثائق اللي شفتوها حضراتكم على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا اللي قدر يعمله رئيس الجامعة، ما قدر يقول هلا بيقول لك إيه أنا جبتني شهادة لازم تقبلها. لا ما لازم تقبلها، لأنه أنت بتعرف عامل هذا الشهادة ما بيعرف يكتب اسمه، فأنت واجبك تتحقق. لو إجا أبو عمشة وقال لك أنا معي دكتوراه، أي شهادة دكتوراه بدي يصير بكوادرك التعليمية بتقبله؟ عيب يا جماعة، صرنا مسخرة. الدكتور عم يحتج على المقاربة مع نظام أسد. أنا فيني أقول لك أنه نحن أسوأ بمليون مرة من مناطق سيطرة الأسد، أسوأ بمليون مرة، لأنه نحن بنتحمل مسؤولية أخلاقية أكبر بكثير. ليش؟ لأننا عندنا قيم ثورة، المفروض نقدم نموذج يحترم، مو نقدم نموذج أكثر وضاعة وخسة من نظام الأسد. نفس نفس الآلية في التعليم، ونفس الجرائم والانتهاكات ترتكب، ونفس السيطرة الميليشيوية تطبق هون وهون. فليش عم تنزعجوا من تشبيهكم بنظام الأسد؟ يا أخي والله العظيم عيب. طيب إما نكون أستاذ غزوان وضحت نقطتك، يعني بيضيق الوقت. هذا الكلام غير مقبول. تفضل. هذا الكلام يضل الأستاذ غزوان يشبهنا، وهذا تشبيه شخصي، وهذا الكلام غير مقبول إطلاقا. طيب. لا يتساوى من ضحى بالدم بمن سفك الدم. وضحت النقطة دكتور فاتح. أحمد قبل أن أنهي هذه الحلقة، ما الذي يدفع المجالس المحلية للتشبث ب السلطة وللتشبث بمنظومة تعليمية في بعض المناطق طبعا لا نعمم بهذه الطريقة؟ يعني كما أشار الأستاذ غزوان وضيفك الكريم من وزارة التربية أيضا الأستاذ فاتح، ما يدفع حقيقة هذه المجالس المحلية أنها هي بالأصل تم اختيارها من قبل قوى الأمر الواقع المسيطرة على تلك المناطق. يعني نحن من خلال معلومات التي لدينا نستطيع أن نقول أن على سبيل المثال المنطقة التي منطقة سين تم اختيار المجلس المحلي لها أو ترشيح هذا المدير أو هذا الرئيس للمجلس المحلي وأعضاء المجلس من قبل الجهة العسكرية التي تتحكم بهذه المنطقة، التي تسيطر عليها، التي تتحكم بمقدراتها، والتي تقوم بوضع واجهة مدنية لتمثل هذه السلطة العسكرية من أجل دائما تمرير قرارات معينة، من أجل الحصول على منح معينة، من أجل الحصول على تسهيلات معينة، كما حصل مع أبو عمشة حين حصل على شهادة البكالوريا نتيجة تقديمه خدمات معينة، أو من أجل عملا بإرضاء هذا الشخص الذي يؤمن أو حقيقة يضمن بقائها في السلطة. لذلك بقاء هذه المجالس وملف التعليم بيد هذه المجالس يتيح لها الحصول أو استمرار الحصول على الموارد المالية التي تصلها، إضافة إلى الدعم الذي تتحصل عليه أو الذي تتلقاه من قبل السلطات أو قوى الأمر الواقع التي تسيطر على المنطقة. تماما كما ذكر الأستاذ غزوان، هناك نعم نحن نرى حكومة سورية مؤقتة، نرى هيكل تنظيمي، وزارة عدل، وزارة صحة، وزارة تعليم وما إلى ذلك من وزارات أخرى، لكن في الواقع من يتحكم في تلك المناطق، من يسيطر على مقدرات تلك المناطق، من يتحكم في عملية نقل البضائع، حتى على صعيد المدخولات التي ترد عن طريق المعابر، عن طريق حركات النقل التي تتم، موضوع البيع والشراء فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية، كلها
تتم عن طريق سلطات أمر الواقع أو الميليشيات التي تسيطر على تلك المناطق، والتي هي بدورها تكون صاحبة اليد الطولة واليد العليا في تعيين وفصل واختيار وعدم اختيار الملفات والمسؤولين في تلك المناطق. وهذا طبعا للأسف الشديد نحن لا نساوي بين النظام السوري ومؤسسات الثورة، لكن للأسف مؤسسات الثورة اليوم في وضعها الحالي هي صورة سيئة، هي من تسيء دماء الشهداء، هي من تسيء للثورة السورية ولمطالب الشعب السوري الذي دفع ثمن الثورة السورية غاليا على سبيل الأمان، على سبيل الصحة، على سبيل المال، على سبيل الأرواح أيضا. شكرا جزيلا لك أحمد بريمو مدير منصة تأكد، كنت معنا من غازي عنتاب. أشكر أيضا الأستاذ غزوان قرنفل المحامي والمستشار القانوني كان معنا من مرسين. الشكر موصول للدكتور فاتح شعبان معاون وزير التربية في الحكومة المؤقتة، كان معنا من عزاز. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.